المهم انا دور على طريقي. على رجلك حبيبه ديالي، كنت سمعتي معايا؟ سمعتي رجلك ايوب طالوني بان على حقيقته اخوتي، لاب عنده تيك توكر مغربيه لتركيا، خدمها معاه في العياده ديالو لانها زوينه وعاقيه للعين وعندها بزاف ديال المتتبعات الاوفياء في المغرب، خدمها معاه بجوج ريالات ودار ليها من بعد شهاده مزوره اللي خداتها في 3 ايام تقريبا بمبلغ ديال 1800 دولار، وبدا كيحرط عليها في العياده ديالو وكيفرض عليها الشروط ديالو كيف ما كيدير مع كاع الناس اللي كيخدمهم عنده. المهم هاد البنت اللي هي حفصه فشاف داكشي مع طالوني ما مسلكهاش وبغات دير قيمه لراسها وتخدم لحسابها الخاص، جا عدو الله ديال طالوني ريب ليها كاع داكشي اللي كانت كتبني فيه، لانه غيبلغ عليها السلطات التركيه بطبيعه الحال بانها كتزاول مهنه التمريض او لا التجميل بدون رخصه وكتخدم معها الاجانب بدون عقد عمل وبراتب جد هزيل. انا نوفل موسى مواطن، لا سوري، مواطنة تركية اللي بلغت عليكم. وهذا الشيء كامل داروا طالوني باش ينتقم من حفصة لأنها تزوجات بالعشيق ديالو أيوب اللي كان مخدمه عنده حتى هو في العيادة ديالو، وحتى لأن حفصة بعدات منه وبغات تستقل بذاتها وتطور من راسها ومشروعها. المهم طالوني كيفرض عليهم أنهم يتلاقاو مع الكليان ديالو خارج إطار العمل مقابل أجر مادي وكيعطيو بطبيعة الحال النسبة ديالو، وهذا الشيء حتى هو كيندرج ضمن الأسباب اللي خلاو حفصة أنها تبات ما تصبح كما كيقولوا، لان البنت صغيره وزوينه بغى حتى هي يدخلها في عالم الليل ويبدا يضرب بها كما كنقولوا كويرسات مع السواعده، ولكن رفضات وخرجات من عنده. ولكن اخوتي المشكل دابا شكون اللي يقدر يقول هذا الشيء؟ شكون اللي يقدر يخرج ويقول ان طالوني ها شنو كان كيفرض علينا، ها شنو كان كيدير معنا الى اخره؟ علاش اخوتي؟ لان الطالوني واحد ابليس، واحد الحريمي، لانه اي واحد او لا اي وحده كيتعامل معاها كيشد عليها دواسه مقيحين باش نهار كتفكر دير معاه ها ولا ها كيجبد ليها داكشي كامل، كيجبد ليها الصور اللي كتكون خادشه بالحياه، كيجبد ليها فيديوهات، كيجبد ليها بزاف ديال الحوايج. يعني هاد الضحايا ديالو كيبقاو دائما ساكتين، ما كيقدروش يخرجوا انهم يدافعوا على راسهم. شفنا ايوب الزوج ديال حفصانيت، يعني طالوني خرج ما خلا فيه غير اللي ما يتنسى. تخديتي الزبل ديال زوجي، انك كنت بغيتو كره خليته معايا، ما نسقوش فواحد باش يتزوج بها يستر بعضياتهم. ما شفنا حتى دفاع او حتى خروج من طرف الزوج ديال حفصه، يعني كل كان شي واحد اخر على الاقل غيخرج غير بواحد الفيديو يقول لها ودي هذا الشيء ما كاينش او لها شنو بالضبط. يعني طالوني قال لا فيرسيون ديالو، خاصه الطرف الاخر اخوتي اللي هو الزوج ديال حفصه يخرج وينور الراي العام، حتى هو يخرج ويعطي النسخه او لا فيرسيون ديالو في القصه. راجلك كان مصاحب معايا وكنت انا كيموت عليا، زيد واحد الحاجه راجلك كان تيحس لي رجلي ويبوس لي يدي، فهمتي؟ لانه انا الملكه صوفيا. يعني مادام انت بقيتي ساكت اذا هذاك الشيء اللي قال عليك طالوني راه بصح، انه يعني قبل ما تتزوج بحفصه كنت يعني اعزكم الله اخوتي كان كينعس معاه وكان كيربي ليه الشهوات الشاده ديالو وكيدير ليه وفعل ليه، وهذا الشيء راه طالوني كامل قالوا بفمه. وبالفعل اخوتي تاكدت ومن مصادر موثوقه للاسف الشديد، وانا عارف هاد الهضره غتصدم بزاف ديال الناس اللي كيشاهدوا دابا هذا الفيديو، هو انه بالفعل الزوج ديال حفصه حاليا ايوب كان على علاقه شاده مع طالوني، لان طالوني كان مخدمه تقريبا كندير هو كما كنقولوا لو بغا دغوا ديالو في العياده، هو هذاك كما كنقولوا زعما كيدوز على يديه كل شيء، يعني هو اللي كيجيب ليه الشاده والفاده الى اخره، وهذا الشيء كان المقابل ديالو هو ان هاد الزوج ديال حفصه كيلبي جميع الشهوات وجميع للاسف الغرائز الحيوانيه ديال طالوني. المهم اخوتي باش نكمل لكم من بعد اشنو غيطرى الحفصه بسبب طالوني، هو انها صافي فاش غتقرر انها تبعد منه ما غتبقاش عاجبها الخدمه معاه، الصالير اللي كيعطيها لا علاقه، كيدير شي تصرفات في العياده كما قلت لكم اخوتي، باقي السيد في الدعاره وباقي في القواده وخا دار فلوس الى اخره، قررت باش انها تبعد عليه هي والزوج ديالها، الزوج ديالها اللي كان هو العشيق ديالو سابقا طالوني ما رضاش. كيفاش هاد الناس درت فيهم الخير وكيفاش علمتها وكيفاش راجلها حتى هو حليت لي عيني ولا حتى هو كيعرف الدومين ولا حتى هو بزاف ديال وصافي سمحوا فيا ومشاو خداو سر المهنه وبغاو يديروا خدمتهم بوحدهم ويبداو ينافسوني. دابا اشنو غندير هو انني نشتت لهم الشمل. ولهذا حفصه فاش غتبدا في المشروع ديال التجميل ديالها وحمام مغربي غتبدا يعني في هذا المشروع الجديد ديالها، صوفيا طالوني غيدير راسو بحال ما في راسو ما يتعاود، حتى غادي يغفلها وغادي يبلغ عليها السلطات التركيه انها كتمارس مهنه التجميل وكتعرض حياه الناس زعما للخطر، وانها ما قاريه على هذا الشيء توزع وما عندها حتى شي رخصه من وزاره الصحه ولا حتى شي حاجه
الحاجه وبالفعل غيتم القبض عليها وغيعطيوها جوج حلول، يا اما دوز الحبس في تركيا يا اما ترجع لبلادها اللي بطبيعه الحال هو المغرب، وانها عمرها ما تبقى تمشي لتركيا. قلت لكم اخوتي نيه بزاف ما قارياش بزاف، عش عليه الله ياخذ فيه الحق، ما غتقدش عليه. هذا كما كيقول واحد العباره كيقولوها بعض المغاربه، عاهره قديمه ما غتقدش عليه، لعب بها اخوتي وخرجها من عين البره. والأسوأ من هذا الشيء كامل فشى جميع الاسرار الشخصيه اللي كانوا ما بينه وما بين الزوج ديالها الحالي ايوب، باش يشتت لها الشمل ويفرتك لها الزواج ديالها للاسف. انا عزيز عليه الشو بنادم، قلت شي ميا بغى يدير راسو هو عاوتاني راجع من حفصه وكيتعاون معها ويوقف معها، ولكن هذا الشيء كلفه باش انه تمشي ليه الصفحه ديالو في الانستغرام اللي فيها اكثر من مليون متابع ومتابعه، اللي قرصنها ليه او لا هاكها ليه صوفيا طالوني. وصوفيا طالوني من بعد غيخرج بواحد التصريح في فيديو غيعترف بهذا الشيء بانه هو اللي حيد ليه الصفحه ديالو. اليوم كتدخل عليا صاحبتي العزيزه صاحبتي الحكومه تقول لي شو مالك درتي داكشي ولد الشنويه طيرتي ليه الحساب ياك اختي؟ قلت لها حبيبتي راه العين بالعين والبادئ اظلم، وغيبدا يهدد في عباد الله اخوتي هذا الشاد هذا الحقير. المهم اخوتي من بعد هذه الحسيره ديال طالوني غادي يخرج وغيبدا يقول لك حقا اي واحد غيهضر عليا ولا غيهضر على الخدمه ديالي غادي نهاكي ليه الحساب ديالو ندير ليه ونفعل ليه. ياك اخويا بغيتي تبقى دير في المركه ودير في الفساد ودير الخدمه الملاوطه والخدمه ديال الويل لعباد الله وتخرج على عباد الله وبغيتي الناس يسكتوا؟ لعنة الله وعليك.